كلشي كيداير بخير، بارك الله شفتكم، كنتمنى كلشي يكون مزيان. قلت اليوم جيت نهضر لكم على واحد الحالة اللي خاص كلشي يعرف المأساة والمعاناة ديالها. هاد السيدة هذا سميتو العشباني جبران، ما كاينش شي واحد في مدينة تيفلت ما تيعرفوش. هاد السيدة هذا تيعاني بزاف. هاد السيدة خوتي راه لا جهد فوق جهد الله. هاد السيدة مبقاش قاد يخدم، عندو إعاقة ذهنية، هو اللي هز والديه، هو اللي هز مورين دارهم، تيخلص الكراش، يخلص الماء، يخلص الضو، وبزاف ديال المعاناة خويا. اليوم جيت نهضر لكم عليه، ما غاديش نبقى نوصف لكم، انتوما عارفين الحالة ديالو، وكاع ولاد عويتو كاعارفين، خوتي ورجال ديال مدينة تيبلت، أنا تنطلب منكم حاجة وكدا، وهو والله ما قادر يطلبها الدراري بنفسه، وتيخدم، وبززنا عليه بزاف 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 باش يدير هاد الفيديو هذا. بغيت نقول لكم عاونوه عاونوه باش مسخكم الله، وبأي حاجة جات من عندكم راه ما بقاش اخوتي، راه ما والمحسنين والناس اللي في قلوبكم رحمة، وهاد السيد هذا وراه والله ما بقى قادر يخدم، ولكن راه إلا ما خدمش راه ما عنده ما ياكل، ما عنده ما يشرب، راه ما عنده ما باش يخلص الكرا، وعنده واحد الأخت ديالو تاهي معاقة. ومن بعد هذا الفيديو هذا ان شاء الله الا مشات الامور بسلام راه غادي نديروا لكم فيديو من القلب ديال المنزل ديالو، وغتعرفوا بلي هاد السيد تيعاني تيعاني تيعاني، راه من الجامع للدار الخدمه، راه ما فيهش غرام ديال غرام ديال القوالب ولا غرام ديال التحراميات. الله يرحم لكم الوالدين والرجال. انا دابا تنهضر مع الرجال ديال مدينه تيبت والناس اللي عندهم القلب ديال هاد السيد هذا، يستاهل يستاهل تعاونو، والمحسنين والناس اللي تيبغيو الخير، والناس اللي بانين الجامع بمليار، والناس اللي دايرين مهرجان 600 مليون والمشهد، هاد السيد هذا ورا قسما بالله، هاد السيد هذا تحجوا فيه، والله تيحج فيه بنادم اخوتي. ما عرفتش شنو نقول لكم هاد السيد هذا اللي غنقول لكم، غنخليه يهضر معاكم شويه، قسما بالله الا صاحبي وصاحبي بزاف وتيجلس معايا في القهوه راه بنفسه، ما قادرش يدير شي حاجه زعما جاي يطلب ولا كذا، انا تنطلبكم باللي عاونوا هاد السيد. هو ما يقدرش يقولها، وي هو نخلي لكم يهضر معاكم شويه. جرينا تعيينا، مشينا الرباط، مشينا ما عرفت فين، وما كاينش اللي كي زعما يتسوق لينا ولا. وبالنسبه للحاله ديالك واش تقدر تخدم اخويا جبران؟ تقدر ما بقيتش كتقدر، والوجه ديالك ماله اخويا جبران؟ باغي ندير واحد العمليه وما كاينش فلوس. لا حنين لا رحيم اخويا، حتى حاجه لك الله اخويا ان شاء الله، ولاد تيبلت ان شاء الله. طالب دفعنا لا من جابتني الله يجزيها بخير، ولكن الناس خميسات كيهزوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله اخويا جبران، لا اله الا الله. رجع عندها هي تعطيك. ايوا شوف اخويا جبران، هادشي اللي كنعيشو، هادشي اللي كنعيشو دابا، حنا كنطلبوا من الرجال. شوف شوف، لا جمعيات لا حتى شي حاجه، كنطلبوا من الرجال ديال ولاد تيفلت، هما اللي يوقفوا معاك بجهد الله ان شاء الله. وتنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، والله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين.